صباح الفل أصدقائي الحلوين المقطقطين الجمال المؤدبين. صباح جديد مليان بمسابقات ولعب وحاجات كتيرة جدا. أهلا بيكم في أول فقرة من فقراتنا مرمر وسكر. سكر النهاردة أنا ملاحظة إنها لابسة لبس غريب جدا، وواضح إن في موضوع مع سكر. سكر، إيه موضوع اللبس اللي أنت لابسة ده يا سكر؟ السوبر سكر. ايه ده يا سكر اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ واضح ان وراكي حدوته طويله جدا. احكي لي يا سكر في ايه. خلاص يا مرمر، خلاص انا بعد كده اسمي السوبر سكر، ما تقولي ليش يا سكر خالص، انا سوبر. سوبر سكر دي يعني زي سوبرمان وباتمان، يعني بقيتي انسانه خارقه خلاص. ايوه انا اكتشفت اني انسانه خارقه، عندي حاجات خارقات كتيره. طب احكي لي بقى، اكتشفت ان انت خارقه ازاي يا سكر؟ احكي لي احكي لي. الحقيقه انا ما اكتشفتش، انا كنت في عيد ميلاد في المدرسه، عندي عاملين حفله كبيره عشان عاملين عيد ميلاد كل الطلبه اللي موجودين، وجايبين بقى بلالين كتير وحاجات كتير وتورت كتير، وجايبين بقى مجموعه بلالين الهيليوم دي اللي هي بتشور اللي فوق. انا بقى مسكت كل البلالين، لقيت البلالين كلها طالعه بيا فوق، وانا عماله اطير اطير اطير. يا نهار ابيض انا رايحه فين بقى؟ والناس قعدوا يقولوا لي ايه ده، سكر بقت سوبر سكر، بقت سوبر سكر. يعني انت مسكت البلالين الهيليوم دي وطرت بيهم صح؟ ما كنتش اعرف ان انا خارقه وانا سوبر سكر. بس يا سكر بصراحه انا عايزه اقول لك ان انت ما طرتيش عشان انت خارقه، ده علشان الهيليوم فيها ماده بتطير وانت صغنونه خالص فعشان كده طرتي. لا يا مرمر انت فاهمه غلط، انا هفهمك الصح. فاهمين؟ انا بقى لما هم قالوا لي انت سوبر سكر، انا بقى قعدت اركز في نفسي، لقيت فعلا انا سوبر سكر. تعرفي يا مرمر ان انا بطلع دخان من بقي؟ يا سلام، طب ما كلنا في الشتاء بنطلع دخان من بقنا الصبح عادي يعني. لا ما يعني ايه، انا اللي بطلع دخان بس. طب تعرفي ان انا الخيال بتاعي طويل جدا، لما بقف في الشارع بيبقى اطول مني. سكر ده ملوش علاقه، الخيال ده علشان له علاقه بالشمس، لما تبقى الشمس عموديه الخيال بيبقى صغير، الشمس لما بتبقى مايله او بعيده شويه خيالنا بيطول، مش عشان انت خارقه. انت بتهبطيني ليه يا مرمر؟ طب تعرفي ان انا بشوف الميه من بعيد قوي، ولما باجي اجري عليها الاقيها اختفت خافت مني. ايوه يا حبيبتي برضو ده اسمه سراب، السراب دي برضو حاجه ليها علاقه بالشمس، مش خارقه خالص. انا مش فاهمه حاجه خالص، انا بس بروح بقى انا حبيت ان انا ابقى سوبر سكر، وقررت ان انا اساعد كل الناس. عملت ايه بقى؟ ما بقتش بنام، انا قلت مش هنام خالص وهسهر على راحه الناس، وخليت كل اللي بوابين بتوع الشارع عندي ما بيناموش، قالوا لي عايزين ننام يا سكر، قلت لهم لا انا هراقبكم بوابه مش هخليكم تناموا، وما فيش عربيه تخش الشارع، كل يقف لما افتش العربيه عشان خاطر الامن والاستئمان. انت فظيعه يا سكر، يعني انت اجبرتي كل البوابين ان هما ما يناموش، ووقفتي كل العربيات ما يدخلوش الشارع بتاعك خالص، معقوله؟ سوبر سكر. يا حبيبتي بس انت كده يعني ما ساعدتيش، انت كده يعني بوظت الدنيا اكتر، يعني خليتي البوابين بدل ما يناموا ويستريحوا علشان يصحوا الصبح وينظفوا ويخلي بالهم من السكان اللي موجودين، خليتيهم تعبانين كده، والعربيات منعت العربيات كلها. البواب لو نام ممكن الحراميه تدخل، ولو العربيه ده بقى ماشيه براحتها ممكن حد يعمل حادثه، ممكن حد يشور احد، انا ايش يضمني؟ انا عايزه احافظ على لا امن ولا اسد امان. لا يا حبيبتي انت كده يا سكر. يا سكر ما يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انت كده بوظتي الدنيا اكتر. بصي يا سكر انا رايي ايه، ان انت تقلعي اللي انت لابساه ده خالص وترجعي لسكر بتاعتنا الجميله الحلوه الطبيعيه دي، ايه رايك؟ ليه بس كده يا مرمر؟ لا 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 اتنيت على عيني. استاذنك بس ايه، احنا كده رجعنا سكر بتاعتنا، الحمد لله على السلامه يا سكر. انا بقيت سكره فعلا عاديه. شفتي بقى
بص يا سكر، انا عارفه ان انت يعني كان قصدك خير وعايزه تساعدي الناس وتعملي لهم كل حاجه كويسه، بس مش بالطريقه دي، انت كده بوظتي الدنيا خالص. احنا نساعد الناس بالمعقول بالعقل، مش بان احنا نلبس ونقول سوبر سكر وابقى خارقه. لا يا حبيبتي، هفهمك بقى انت ازاي تساعدي الناس بالعقل ويعني تساعديهم صح. اوكي ماشي يا سكر، وانت سكر، مش وانت سكر خارقه خالص. اصحاب الحلوين سكر كان قصدها طبعا انها تساعد، بس طبعا احنا عارفين مواقف سكر مش هنتكلم فيها كتير علشان نلحق للفقره الثانيه بتاعتنا. قبل ما نختم الفقره دي بنروح نقول الحاجات الجميله اللي جايبها لنا همتو جايبه لنا النهارده بيرول. عندنا نوعين من الشوكليت، بيرول وعندنا جورول. بيرول ده عبارة عن بسكويت محشية بالشوكولات، طعمها جميل جدا جدا جدا، أنا بحبه قوي. والجورول ده بقى محشية من شوكولات ومتغطية من برة شوكولات. عندنا نوعين حلوين قوي من همتو. ميرسي جدا يا همتو للحاجات الجميلة اللي انت بتعملها لنا. ويلا بينا نروح للفقرة الجاية. هقول حواديت